شكرا لك. بس تعقيبا على كلام سعادة وزيرة الصحة بطائرات الإجلاء، وبحكم موقعك رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج، أحب أن أتقدم بالشكر لسيدي صاحب السمو ولي العهد حفظ الله ورعاه على دعمه اللامحدود والمستمر لشركة طيران الخليج. فبفضل الله بفضل دعمه تمكننا من الاستمرار في ظروف صعبة جدا جدا على قطاع الطيران، ويمكن بقينا احنا من الخطوط الوحيدة في العالم اللي ما زالت تطير لوجهات، وقمنا بدورنا الوطني بكل شرف وأمانة في نقل البحرينيين من الخارج، وأيضا في المساهمة في نقل المواد الطبية والمواد الغذائية، حيث قمنا بتسيير العديد من الرحلات للشحن الجوي فقط إلى دول متعددة من أنحاء العالم. فالشكر له السموح على 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 بعد نظره وعلى دعمه، ولولا ذلك لما تمكننا من القيام بهذا الدور.